مساء الخير على كل المشاهدين. النهاردة هقول لكم طريقة عمل كيكة الأناناس. هقول لكم الأول المقادير بتاعتها. هنجيب علبة أناناس، وهنجيب 1.5 كوباية سكر، وكوب حليب، وكوب عصير الأناناس، ومعلقة صغيرة فانيليا، ومعلقة بيكنج باودر، و2 كوب دقيق، وربع كوباية زيت. تعالوا أقول لكم يا حبايبي بقى إيه إزاي هنعملها. هنجيب طاسة ونحط فيها السكر، وهنحطها على النار ونسيبها ونقلبها لحد السكر ما يكرمل معانا ويبقى لونه ذهبي شوية. هنحط معاها شوية فانيليا، وبعدين هنشيلها من على النار. نجيب بقى ايه، هنحضر الكيكة بتاعتنا. هنضرب الكيكة، هنجيب الكيكة بتاعتنا، هنحط البيض والسكر والفانيليا، وبعدين هنحط والزيت، هنحط سكر والبيض والفانيليا والزيت ورشة الملح، وهنضربها كويس قوي قوي في الخلاط حتى ما ايه تخنوا مع بعض كده وتجانسوا معاهم، يعني بقت ايه اتقلبت مع بعض. وبعدين بعد كده هننزل باللبن واحدة واحدة، وهنضرب برضو يعني عشان برضو ايه كل المكونات بتاعتنا تدخل مع بعضها. وبعد كده هنحط الدقيق، هننزل واحدة واحدة عليه، والبيكنج باودر، ونقلبهم كويس قوي قوي مع بعضهم، وبعدين لحد ما يصبح الخليط بتاعنا متجانس. هنحط نجيب شرايح الاناناس بتاعتنا اللي احنا جايبينها، هنحط الكراميل اللي احنا عملناه يكون ايه هيكون برد معانا، ونحط شرايح الاناناس على السكر المكرمل اللي هو الكراميل اللي احنا عملناه، ونحط ايه الكيك اللي احنا عملناها في قلب صينية. يعني هنجيب الصينية ونحط فيها احنا كنا حاطين طبق الكراميل بعد ما عملناه وسيبناه يبرد في الصينية، هنحط ايه عليها شرايح الاناناس بتاعتنا، وهنحط ندخلها في الفرن. بعد ما نحط الكيك هندخلها في الفرن، هتقعد في الفرن يعني تقريبا مثلا نقول ايه نص ساعة و5 دقايق، الساعة الا تلت يعني بكتيرها كده ساعة الا تلت، ما تلاقيها ايه استوى، وتحط الشوك تحط السكينة فيها تلاقيها ايه طلع قدامك، مش مفيش حاجة في السكينة او في الشوكة اللي انت بتغرزيها فيها. وهنشيلها بعد كده نطلعها من الفرن، وهنجيب الكيكة نشربها بعصير الاناناس اللي احنا ايه عملناه، ونسيبها لما تبرد خالص. هنقطعها ونحطها في السيرفيس بتاع التقديم، ونعمل معاه مثلا كوباية الشاي، تبقى أحلى أحلى وأجمل طعم وألذ طعم دوقتيه، وطريقة مذهلة بصراحة. وألف هنا وشفا، ومتنسونيش في اللايك واشتراك القناة. مع تحياتي ركا.